شفت مقالة طويلة عريضة واحد مصري كاتبها بيؤرخ فيها منديل أبو قوية، قال عليها إنه تراث عثماني ظهر في العصر العثماني في مصر. طب ليه تراث عثماني أو تركي؟ هل الأتراك بيلبسوا المنديل أبو قوية ده؟ لا مش بيلبسوا، يبقى إزاي عثماني؟ هل هما جم اجبرونا ان احنا نلبس المنديل بقوية ده؟ يعني الاتراك دخلوا بيوتنا وحطوا رجالتنا على جنب وقالوا للستات البسوا المنديل بقوية ده على راسكم؟ ده غباء. والله ان انت تتدنى من نفسك وتحاول تثبت ان كل ما هو مصري فهو تراث مش مصري، فانت كده غلطان. ارجع للبلد اللي انت شفت فيها التراث ده، لو لقيت عندهم حد بيلبس منديل بقوية في المرحلة دي تعال قولي، وحتى لو لقيتهم هناك بيلبسوا منديل بقوية هات لي بقى من عمه ها دليل أثري واحد يوثق وجود هذا الشيء عندهم. ما هو كل حاجة ليها دليل أثري، يعني إيه؟ أنا دلوقتي بلبس حاجة، فين الآثار اللي تثبت؟ أهي يبقى أنا بلبسها. منديل أبو قوية ده يا جماعة هو تطور الرقص اللي كانت الستات المصريات قديما بيلبسوها، اللي كانت بتكون على شكل زهرة اللوتس او زهور او اكليل من الزهور. كانت المصريات زمان لازم يمسكوا الباروكة بتاعتهم بيها ولازم يزينوا راسهم بيها. هنلاقي كل الصور اللي بتمثل المرأة المصرية ما بتطلعش بشعرها كده، لازم يبقى في حاجة كده تمسك الباروكة او تمسك شعرها او تزين شعرها. هل لازم يبقى نفس الشكل؟ لا مش لازم يبقى نفس الشكل، بيبقى حاجه اسمها تطور، بمعنى ان انا ظهر لون مختلف، ظهر ستايل مختلف، احط ده على ده. فالزمن بيعمل تطور في الحاجه، لكن اصل الحاجه ايه؟ اصل الحاجه مصري. مع الوقت وصل لينا بمرحله منديل بقوية مصري، تراث مصري وليس اي مكان اخر.